بسم الله بدينا وعني بصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباحكم ورد، يا صباحكم فراولة، يا صباحكم نرجس، يا صباحكم سعادة وهناء وراحة بال. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام في نهار 20 رمضان. ما شاء الله ليامات تجري يجري. أمس نخموا وقتاش يدخل سيدي رمضان، شوفوا ليامات كيفاش تجري، الدايم كان وجه ربي. ان شاء الله يا ربي ما يخرج رمضان كان وانتم فرحانين وانتم محقين هكا الحاجات اللي تحبوا عليها. ان شاء الله دعواتكم مقبوله، ان شاء الله اياماتكم كلها خير وبركه وصحه وستر وراحه بال ونجاح وفلاح وربي يشفي جميع المرضى يا ربي، ربي يشفي جميع المؤمنين، وربي يرحم جميع الموتى يا رب العالمين، وربي يفرج كرب كل مهموم، جهني بالحبيب ان شاء الله يا ربي لا تخيب بشر، ان شاء الله لي في قليب وحاجه ان شاء الله ربي يسهل له فيها في الخير يا رب العالمين. نهار جديد صديقاتي وفيديو جديد، بدينا مع الحلو، ربي حلي ايامكم اجمعين. اي صديقاتي هنا اليوم قلت خليني نبدا على بركة الله في تحضير الحلوش، بس زي الأيامات تجري جري كهو. اليوم حبيت نبدأ بالزوزة، شوفوا طريقتي في الزوزة طريقة ناجحة مش 100% 1000%، وبش تعجبكم هكا تشوفوها حسيروا أعطوني نوت لبنات. قاعدة نعمل في شوية هنا فراولة باش نعمل عصير، عملت عصير للسهرية بالفريز والبنان والحليب. والله يا لبنات ديجا فما حتى من السهرية معديت لكم شوية. رياض خويا قالي فات بربي كيفاش عملتيه، جاك معدل جاك بالضبط. عندي بانان البنات نسيته في الفريجيدير، يا اخي بدايك حال قلتولي فات ما عادش حطي بانان في الفريجيدير. والله يا ريتو البنات باش نحكيكم حاجه على الناموس، على الناموس هايج. ففي النهار نخلي الشبابك محلول، انا من الناس شتا ولا صيف شبابكي ديما محلولين، ديما هكاك الكورندير ديما عندي يلعب. فالحاصيل ونقول ايا خلي الحاجات هذيا اللي ما تصبرش نسيتها اصلا الساشي. الحاصيل ويا اخي حليت لقيت البانا، اش عملت؟ ديت قلت اي خلي نمشي نعمل الفريز وبنان مع بعضهم تاع الجو اللي يعجبني انا. لقيتك عيبه لبس عليها شده روحها، قلت اليوم هكي كولي يديا نضعف، راكم عارفين البنات ديما ناقصي ديما بين الجافيل. اصلا كانت قابلوني وتسلموا عليا كي لقيت يديا حرشه برشا، عارفوا راي هذيك هي راي يديا مش حرشه، يبست يبست من الجافيل، عملت لي كراكيب كراكيب. الحاصل قلت لكم عاد عملت هنا العصير متاع الفراوله بالحليب هذايا بالنسبه للسهريه، باش نعديكم زاده تعرفوني ديما الدباره نعطيها لكم، وبعدين باش تاخذوا زاده الدباره نتاع الحلو الرسيت وقاعده معانا. واول ما بديت بديت بالكراميل. اول حاجه البنات باش نعملها بالنسبه للزوزه، هنا باش نحط حكه حليب مركز، نحيلو الكاغط نتاعو وباش نحطو توا ايتي ولا تاني يتنحى وحده في السموسه. ها نحطو في الكوكوت خليها مده ساعه وباش نسكر عليها الكوكوت. هاي لمدة ساعة كاملة، مدة ساعة كاملة بعدين نعرف لنا نديها كراميل. فما شكون يعمل الكراميل وحده، أنا الحقيقة ما عملتهاش. تو باش نسكرها ونخليها تطيب. هذه هي هاي، خليها تبرد ومن بعد نحيها ونعمل بها الزوزه نتاعي. اهي المامو توا صاي نحطها. البنات حطوا الحليب يطيب في الكوكوت وغطوه، غطوه بالماء وخلوه ساعه بالضبط. البصل هاي صبعي، شفت يوم حليت صبعي، حليت صبعي غلبني السكين، انا نحب نخدم بالبلونش خير. لا لا البصل الكبير وانا نحب نخدم بال بهذه خير، خليني نخدم هنا. وتو صديقاتي باش نبدا على بركه الله في دباره
سريعة سهلة بنينة. مشيت المرشي، تعرفوا كي نمشي المرشي تجيني دبارة. والأكلة هذية عيني مشيت بالبصل، والله يا راجلي قال لي غيبتك يا للا على للا خيرة، هي اللي تعمل هنا وأبن طريقة عندها، هي في اللوبيا الخضراء وحدها كي تاكلوها من يدين خالتي ربي يسلم يديها. هذية يعني أنا أول ما كليتها كليتها من عند للا، فاكرة خاطر أنا ما كنتش ناكلها وما كنتش أول وقتها ما كليت مع خالتي هنا في نفكرها في رمضان ما ننساش وقتها مضيفتني للا وأنا نقرع يذكرها بالخير، فعملت لي هذه وقت عجبتني طريقتها هي طيارها الحصيل. وانا عملت البصل والزيت واللوبيا الخضراء والدجاج وقليتهم كل شيء في السريع، ديجا عندي قضية والكل. اما جد والله العظيم بنينة تهبل وحطيت طماطم معجونة وفلفل مرح احمر والتبل والكروية لفحت متاعنا التونسي. هاي البنات بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا. اليوم اول بداية لينا مع الحلو. اليوم باش نخدموا الحلو تاع العيد. اول حاجه باش نعملها باش نبدا معاكم بحاجه انا نحبها باش نشاركها معاكم. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ما نعرفش انتوما بديتوا ولا ما بديتوش، اما راني باش نعمل معاكم سلسله ان شاء الله نتاع الحلو. اليوم باش نبدا معاكم بالزوز. ديجا قلت لكم باش نخدم الزوز. هاي البنات باش نبداو على بركه الله. هنا عندي رطل زبده، هيا باش نحط رطل زبده بحراره الغرفه. شوفوا لي هاني باش نحضرت والبنات نتفكر عملوا الدنيا قداش تجري. مازلت كي كنت نشوف في عملوا كيفاش عملنا هكا الحلو والكل، قلت شوفوا الساعه متعدى نلقى فيديو، قلت عاد تعدى يجري سبحان الله ناقص يقول لك من الاعمار. باهي هنا عندي الزبده، شوفوا كيفاش الزبده البنات شفتوها كيفاش تكون طريه، يعني تخلوها لبرا بيتوها لبرا ماشي تسخنوهاش. راه الزوزه انا تجيني تعرفوا لي شنو تشبه، تجيني تشبه للصبلي. هي هي فيها نسيت حاجه مهمه، خل نجيب الحاجه المهمه اللي نسيت ونجيكم. البنات الحاجه المهمه، الحاجه المهمه هي السكر المحور. خل نكمل نهبط الزبده. شدي يما تلقي الحكه اللي فرغي لي منها. باهي هنا حطينا رطل نتاع الزبده باش نزيد معاه خمسه مغارف هكا مكومين نتاع سكر محور ما يعادل 100 غرام تقريبا على الرطل الزبده. عملت انا خمسه مغارف ثري عملتهم صحيح. بديت نحس في السكر تخلي الحلق كهو عملته، اصلا ما نحبوش الحلو برشا. بسم الله توا البنات باش نبدا نحل في السكر ولا لا باش يطيح لي هذاك مع الزبده. هنا يوم ابدي حليلي بالعظمه بالعظمه، استنيني هي نظيفه العظام هاو كيفاش بالعظمه بالعظمه هنا وصبي استني انا حطيتها هنا هذي استني من بعد وهذي باش نحط الكيكة ومن بعد نقدها هذيك خليها باش تتحل بالقدا. هنا ها هي هذي العظمة الأولى عظمة ما شاء الله ونحل ونخدمها نخدمها مع السكر و حطي لي ميساج معاش حاجتي به. تكلمي يوم هذه الثانية ثم بعد نزيد نشوف كان كنقص الفيديو يظل حطيت خمسة مغارف يبين أربعة خمسة مغارف راه شوف كيفاش تتزربط. هذه قداش هي هي ديجا أنا جايبتهم حارة هكا صبي يمي. هذه الكعبة الرابعة اي ثالث عشان عارف نكتب. وهذه شوفوا كيفاش ولد توا الزبد هاي حط يما الكعبه الرابعه يدي وجعت. هذه كعبه الرابعه تراهي من المغرفه حطيها هنا. انا راني ما نحبش حاجه اسمها نبدا نخدم في الوسخ.
عزكم الله. هنا نخلط هذيا الزبده نتاعي بالكدا، خليها هكا تتجانس المكونات مع بعضها. لون مور راني حليت الحاجات الشاي حلو، شدي ما يقطعتيك انت تعمل عليك الحاجات الشاي. حطي يما بحثة كده هنا هكيك. توا البنات اش باش نعمل؟ خل نجيب السكر فانيليا، سكر فانيليا ولا روح الفانيليا اش نعمل؟ شفتوا هو عرطل البنات، تعملوا تعملوا باكو سكر فانيليا. حليلي يما بالله على البصل تعملوا باكو. انا باش نعمل زوز على خاطر باش نعمل كيلو، هذه الحكارات نتاع الكيلو. سكر فانيليا يما قليل ترى فانيليا، وهذه زوز سكر فانيليا. اش عملنا؟ عملنا يما حلي زيدي حلي، هذا مش محلول بالكدا. شدي هذا عملنا رطل زبدة، تحبوا تعملوا نص رطل زبدة عليه كعبتين عظم، عليه 50 غرام سكر محور، عليه رطل فرينة، وكعبة سكر فانيليا. أهي تحبوش سكر فانيليا عملوا روح الفانيليا، مش ما تحبوش ما عندكمش. والله إيدي وجعتني نحس فيها. أنا راني كي نبدأ نخدم في الحلو ما نحبش نبدأ قاعد، نبدأ واقفة خير. والله كي وقفت خير، نعرفش ظهرت لكم ولا مانيش ظهرت لكم، ماني خزرت لكم. هولي يخزروني خزرينا في الكاميرا، راهي ليه تبدا حمر ها؟ ما هي حمر البنات، كاين حمر تو نحيه، كان مش حمرا كنتو تشوفوني. أول ما حالة فما صديقات يقولوا لي حتى كان حمرا ما يسالش. خلطنا هنا الخليط هذايا، توا الكيلو فرينة هذايا ما غربليهولي. توا البنات باش نغربلو كيلو الفرينة، هنزيد نحلها الزبدة هكا بالبدا. ان شاء الله برك زعما مبلول، قول لي مبلول. لا لا هاي فيه هاني مفضتو هنا خسرتو. هاتي هاني قول لي مبلول ايوه، خاطر نهبطش بسهولة. ها انا ديما البنات نحكر هكا كيلو وتشوفو من بعد كيفاش نعمل. لازم ديما تغربيل نتاع الحلو. انا قلت لكم زبده مش زبده، هي مارغرين. هاي مارغرين ما هي الزبده، نعملو ديما الحلو بالمارغرين. عم نول الوقت هذايا البنات، كنت كملت الحلو وقتها قلت لي فات نبدتي بكري وقتها دارنا باش يروح. هكاكا يما هكاكا كان دريت، راني جبت الاخر عندي واحد ما اكبر حتى تدخل معاك العظم، خاطر العظم باقي مازال ما دخلتش. صحيح ولا مازال؟ فريداتي بست فريداتي باش نعمل كيكل نسوينا الحرايط نخدمها هكا 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 هكا. صحيح هكا حلي عليهم هذيا خميرة جاتو، باش نعملو زوز خميرة جاتو البنات. ها حلوها معاه فيما يما عملت لي كيكة، هنجيب لها كيفاش باش تبدا. هاو زوز البنات باش نصبوهم يعني على الكيلو، عملنا زوز خميرة جاتو. أنا نحبها برشا راهي الزوزة من أكثر ريتو البنات، أنا الزوزة راني نحبها برشا من أكثر الحلويات اللي نموت عليها. عندك هي وعندك حتى اليويو والغريبة غريبة الحمص، عندي لها غرائب بشد ديجا قضيت أنا حتى الغريبة إن شاء الله. زوز عملنا يما خير زوز. شدي هكا يما باش تبدي توا تعطيني بالشوية بالشوية في الفرينة حتى نوصل أنا نلم. صبي صبي انتي عبيه الكاس نتاعك من بعد عليك هذا.
شويه فوضى لهنا، تسمحوني من غير مونتاج. هاي صبي اي صبي صبي مازال يحب له وقت نبدو، كان كي تبدي تشوفي فيها شي حب باش تنقص. هاي صبي وراي الفرينه هنا، نجم تكون فرينه تشربوا فرينه لا ما يظهر لي هذاك هو، انا الكيلو ديما يجيني كيك بارامون، استعملت نفس الفرينه اللي نستعمل فيها ديما. صبي يوم صبي يظهر لي، باش نحاول فيه الاخرى هنا ما بنيش لك الكل، باش نحاول فيه الاخرى يظهر لي. هكا لم لم لمين رغم مانيش ما نعجنش، ما عرفتش نلم قاعده نعجن، نحس في روحي يلزمها تتلم ما تقعدش هكا متفتحه، خليها يما تقوم تجيب انا هذه هكا هزي معايا اي صبي لي غادي تقوم نكمل نحط. لا لا طلعي تطليه باش ما تبانش هكا كوذيه تاع الحاجه. باهي البنات هنا هاني قاعده نلم، هيا ديجا ريت تلمت ها وتجي طريه راه باش جينا بعدين. حسيتها جتني اطرى من عام الاول، هاي اما عادش باش نزيدها نشكلو توا الكعبوره، حنا رايعين ميزان ريت تتقسم مع الاثنين حتى اقل كما عملو ها نعملوها صغيره طول خاطر الماكينه نتاعنا هكا. هذه هي الوصفه المعتمده عندي البنات، هاهو البنات هكا تكون طريه انا باش نخدمها ديريكت راه مانيش باش نخليها، باش نبدا توا نشكل فيه، لازم تخليها ترتاح شوي مش برشا. تلمت ايام تجيكم بعدين هشوشة ما شاء الله، ها كي تعملوا هكا الطرف حسيتيها طرية يما ها طرية طرية بالكدا، لازم تكون هك هشوشة ها. تو باش نجيبو صينية الكحلة اللي جبتها في لو هذيك باش نكركب فيها الكعيبات هكا نحضروهم الكل، ومن بعد نركبو لاباري نخدموها في لاباري. ها ديجا انا بديت ها تكركبتلي ها تحل اخسر لا تتشقق لا تتشقق ولا حتى شيء تتقشش باش نقول لكم. شفتها طريه هدره فيه طه هنا باش نحطوا لاباري ديريكت نبدا نكلك ما عملتش كميه كبيره اما هي راهي ما تبذرش خاطر كعبه فوق كعبه يعني كميه كي تعمليها اما تشد وقت، وانا باش نعطيها اليوم اللي تو تقعد هي توسع بالها نحللها توا كان قران يختم وسع بالها ونحللها التلفزه ونخليها خلينا نكمل الصوره نتاع قران صوره السجده ياسين ما نعرفش ياسين تعدت ولا لا الرحمن الواقع والملك ياسين لا الدور اللي عديناه به لازم نعبوا الصينيه الاولى كي تتعبى الصينيه والمنبه وهكاك تاخذ شويه وقت في التركيب. حميده قال لي باش نعاونك جاي تو تو هاي الما 3:30 نقريب لاربعة، معناتها ندخل نطيب الفطور
يوم خليها تكمل تحضرهم وطيبهم لي. نجيب لباري، لباريني خرجت توش نمسح، شفتها نظيفة لمحالة، كانتش عندي نسيتها، جاب ربي خالتي فكرتني به، كان في دار خالتي يا اخي، قلت هيا تونا تاني تو راني ريتو على اعصابي وراني جنيت خاطر في ثمن تغشش، ونقولو ما لقيتش لاباري وما لقيتش لاباري والكهرباء ما فماش، باش نمشي نجيبها. وتصوروا دوبا كان خلطت البنات، ديما نحضروا رواحنا قبل ما نبدو نطيب كل شيء، كان خلطتها انا وكله ما لقيتش، نسيت اصلا اني انا وقتها كان كي مشيت نهار مدت هالي في الصاشي بقاها، تعرفي نسيتها نعملها ونسيتها. ايه خديتها هاني صبتها، خديتها عندها سنين عندي لمحل انا تاع الغاز، اما تاع الغاز تاع تذكري يوم عملناها قبل تاع الغاز هيك الحديد. ها بديت باصعب حاجه تتسمى، بديت تسمى اصعب حاجه راهي البنات. ها نهار تكركي اليوم، خليني نكبر شويه دي، نمشي نحط الحليب يطيب، باش نحطها في الكوكوت نسكر عليه ونخليه ساعة. ها هو البنات يما يعطيها الصحة، خدمة دازوما كركبتهم مازالت راهي هاوينا، باش نمشي تصلي توا العصر ومن بعد ترجع تجاهها الوقت لربعة وعاود رجتو، شوفي يما تصلي العصر وترجع تكمل الحلو. ها هي الكعيبات، سامحيني في ها راني باش توا تكمليهم، شفتي بدات تشيح ريتي يما، داك علاش يلزمنا زعما نطيبوهم. ها طري جات طري، هاي باهي كهو يا ربي. وهنا حضرنا الزوزه، وهنا صديقاتي الزوزة نتاعنا حضرت، وهذه البنات الزوزة حضرت، شوفوا الكعبة كيفاه يما، هاي لاهي مسكينة تعمل، وانا بين نحي الزوزة ونطيب في الفطور. تفرجولي هذه صاي بالنسبة كي تعمل كيكاكي تنحى من الوحدين نتاعها راهي طابت، هاني باش نقلبها معاكم. قاعدة تنحالي الزبدة، طهبط لي على كعبة الزوزة، تعمل لك الواحد الزيت نتاعها فوق الكعب، وهنايا ذاك ما نحبهاش، نحبها بيضة كيما عملناهم في لو، هاتي نمسحوها يما زعما لباري. إيه ولا لا، عليه خاطر تعبت، شوف طاحت لي الزبدة على كعبة الزوزة، وين نقدر، خل ننظف. سخونة راهي لاباري، هاهي تعمل الكيكة معناتها قصيني، حطو كيكان حصيلو كملنا احنا بريسك، أنا ويما، يما هاي كملت كركبلي عاونتها نعملتلها طبق وقت لي مشت تصلت، توا باش نرجع للكوجينة ونهزكم معايا هاهي، صحاوكم البنات. بسم الله هاكي ما سكرت، تحبي تستنيني برك نصور معاك ومع الزوز حضرك. ها هاي راي راي ما تزكيش الزوز، شو اللي كعبة فوق كعبة هذا الكيب. وهنا البنات قف انتهى الدرس، كل عام وانت حيه بخير يمه، تعملين لنا الزوز ان شاء الله، انت حيه بخير. هاي عايشك توا هما الاخرانيين، قالت لي ما فاتنا راه مازالوا ثلاث هما كملوا، اش نعمل كنت انا خطر الاسباس تاع التليفون، وانا اللي هي نجي نحي اليوم ساعات ساعات، هي تنحي تسبقني على خاطر انا نحبها تبدا هكا لونها البنيطه هاي هكا، انت كعب ما نحبهاش تحمر هذوما كعب لا هكا تبقى احمر، ما نحبهاش اللون هذا، نحبها اللون الابيض عرفتوا. ها وين هذه هي الكمية اللي جت متاع الكيلو بالضبط، هذا هو هكا ولا لا يما، هو عايشك سنين دايم ان شاء الله جميع، قولي لهم يما ان شاء الله كل عام وانتم حيين، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مجمولين. عايشك هذاك هو البنات الحصين، توا قداش الوقت شوف كملنا 6 دراج، فطوري قاعد يطيب، توا باش نمشي نعمل السلاطه
نحضر البش الابريك ويا ربي وريك الحمد والشكر. هذا اول نهار في الحلو. بعد شقال الفتره حطيت الحليب يطيب الكراميل. بعد شقال الفتره نولي نعبيه ونوريكم شكله. وانا نحب نخدم في النهار علاش خاطر الاضاءه في النهار خير من في الليل. تولي لي هاوين هذم الكعيبات الاخرين صايد تحي فيهم يما الطابو وديناكم مشاهينك ان شاء الله قصفكم في الجنه الناس الكل. هكا هو حليها يما حلي صايه يما خليتو سكري ما صايد اختي صايه كمن. هاي باي باي البنات نرجعوا من بعد كملوا معايا في الكوجينه تو. وهنا صديقاتي عاود رجعت للكوجينه. الفيل جبنا حميده الدلاع وهي البنات والله لا حطيته خذيناه البارح واليوم ما حطيتش منه يعني خرجته عاودت رجعته للفريجيدير ونسيت تولهينا وعندي كشوية ذاك كي عملته تولهينا. توا هاني قاعده نحضر في التمر باش نحطوه في شقال الفطر يعني ايد منه وايد منه. شاركتكم روتين كيما روتين اي مرأة تحل في الحلو في دارها ومع رمضان ومع الصيام ومع شقال الفطر وايد هنا وايد غاديكا. وانا علاش حبيت اني نحلها في النهار مش في الليل على خاطر البنات الاضاءه عندي في النهار خير من الليل. هذه حاجه. حاجه ثانيه في الليل نتعب معناتها كلي وقتاش باش نمنتج وقتاش باش نقد فيديو وقتاش باش نتولها نقرا. في النهار باش يضيع لي الوقت فيه خليني يضيع لي في نبدا نطيب فيه خير ما انه يضيع لي كيك. الحصير عندي برشا صاشيات هذوكم فيهم الغل وهنا عندي المعدنوس خرجته شويه سلطه باش نقدها عرفت وكل كورسك السباق هذاك نعيشوه يومي يعني تعودنا بيه ماهيش حاجه جديده. عملت سليطه خس طماطم وبصل وسفناريا وخس عملت فيها شويه زيت زيتونه شويه ملح واذا تحبوا تحطوا فيها شويه فلفل كحل تحطوا شويه قارص زادة كيف كيف. هنا قصيت شويه بصل باش نحطها فيها حتى هي الحصير. وهذه هي من حاجات اللي تحط الرسميه اللي تحط يوميا في الطاوله هي السليطه كيف ما كانت تكون كل نهار وقسمه. عملت شويه اي جزري قلت لكم على الجزري خاطر جيم بعد الجزر وعندي في جل في الفريجيدير وما جبتوش الحق مزروبه كهو يتسمى باهي البنات عامله مجهودي. وهنا خذيت المعدنوس باش نحطه معاك الخليط نتاع البريك وتفكرت اللي المرقه نتاعي صايب شي وليت زدتها شويه فلفل اخضر ورميت لها في الاخر وشويه زيت زيتون. واليوم هاولتون اللي قالي رياضة نحب نجربه كلها همامية ذي حسيله وليت حطيت له منه اللي هو بنين الحق ذقناه بنين. المهم هذه هي السليطة هوني تزينت وتحطت على الطاولة مفتش عارف في بر العبيد ما لقيتوش بعدين الحصير وليت لقيت وتنصوره لكم في الطاولة. تعرفوا كان فيكم البنات وتعب ولكن لازمني نقرأ وتو ما ثلاثة غير بوعة متاع الصباح وقيد رياضي يحب يتسحر لثلاثة يزمني نكمل المنتج هذا خطر فيه معناتها اللي فيه صوت الفيديو يزمني نقوم ونمشي نتولها بالصحور وبعدين نرجع نقرأ شوي قرآن استنى الفيديو يتمنتج باش نحطه في الانترنت نعيشكم نهاري في نهاري الحسين ونستاهل نستاهل تشجيعكم البنات والله نستاهل. وهنا عندي العظم والمعدنوس والبصل والتن رجعت للعديد نتاع الدبارة نتاع اليوم خليط نتاع البريكة يا البنات حطيت فيها حسين وحاجات خفيفة من غير البطاطا والعظم مطبوخه ولا حتى شيء هكاك كيما هي البريكه العظم بالبريكه مع الخليط هذاك نخلطه كله مع بعضه ونحطه بالمغرفه في كل كعبه نتاع ملصوقه. المهم هذه هي الدبارة نتاعنا جيتو نوريكم الطاوله نتاعنا ليمه الاخرى يظهر لي حتى الشهاوي تنقصه يظهر لي البنات هكا مع شكل واحد يبدا ياكل كما في اول ايامات وواحد في الاول ايامات راه ما شكل ماكلو البرشه معناتها المال ما اكثر شيء. وهذه صديقتي طاولتنا لليوم صديقه الشوربه بريكه ومريقه ودكم ولا نشهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنه الناس كلها كيبات كيف تقعدوا من البارح. هون حطينا ها والتن رياض اللي قلت لي عليها وين حطيت لك مرسو هذه الشوربة والخبيزة وهيوم قولهم يوم شاهي طيب شاهي طيب هاي شاهي طيبة يوم هاي 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 صحفتك يوم يوم رانا نحطوها بالمش مقابلة
وهاي مغرفة يما، شوفوا يما مغرفتها، هذه المغرفة تاع يما، كل واحد عنده مغرفة خاصة. أي اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبي عليك توكلت وبك آمنت. عيشة هي طيبة للجميع. عودة بعد الفاصل. هاي الزوزة اليوم تخدم الزوزة نتاعنا، مازلنا باش نعمره، قصيت على الكوكوت في الحليب ومن بعد شنكد. هذه المريق وديتكم مش هيدكم شرق قصبكم في الجن، الإضاءة كالعادة. وهنا جبت الفلفل بار العبيد، ما يخطانيش في الصيام ما نجمش ناكل إلا بيرة، والله العظيم هذيك هي الحقيقة. وهنا صديقاتي صيها الكوكوت، طيبت لي صي الكراميل، تو تشوفوها كيفاش خرجت ما شاء الله. شدوا الوقت اللي قلت لكم عليه، ساعة بالضبط وتكون حاضرة. هنا يما خرجت من الدوش، رياض جايب شوية صمصة، عملت لها القهوة اليومية اللي لازم تشرب هذيك اللي بد منها، ومن بعد تو ان شاء الله ياخذوا كويس العصير الساهل الماهر ونكملوا نعبوها هذوما. تقولوا لي ياك العواد هذوكم شنو، راني ديجا قلت انا في الفيديو، شوف الطبق هذايا تو ندشنتو البنات، حطيت فيه العصير العواد هذوكم. راهو حميده اقترح عليا اني نعمل كراميل غاديك، هاي شوفوا لي والله العصير جا روعه. حسيلو ديما اعملوا عصير الفريز والحليب والبنان ياسر بنين، وحطوا السكر حسب رغبتكم بيان سور. هذم هما كبات صلصه، واش نمشي نقعد نعمرك كعبه الزوزه وتشوفوا الزوزه في شكلها النهائي. وهاي هذه هي حيدتنا، وديتكم مشاهدكم شرق قصبكم في الجنه الناس الكل. عجبني الطبق راه نصور فيه هنا. ايوه شوفي خذي شويه بحبه، نجيب انا السمك نتاعك هون باش نحط صغار حلاوه نتاع العصير. صح سنينها صار اليوم انا نفسي هاي باش نفكر وين انا بعدك انت بدي ديك تو حتى نكمل نشرب الشطريه يما، علاش نخليها هكا بيت. انا عملت حسابي قلت تي باش تنقل ها يما الكعبه كيف جدا صح دوشك يا انا باش نشيح لك شعرك ولا تولهي ونبدا هكا في القدائن زمه برشا مستعبين. حط فذي باش ما نحملش غاديك تولي ها، حطي لي في الكيم حتى نكمل الكل. وصحة شريبتكم الناس الكل، عينيا عينيا نحبها برشا. قولوا لي غدو شنو نعمل، شنو تحبوا الروسات اللي نحضر تاع الحلو، خاطر باش نعمل الحلو. قولوا ان شاء الله بقدرة ربي وتنتظروا نعمل كبدا صعب. شو نصعب، انا مره نحب الماكله الزمنيه والحلويات الزمنيه هذيا. شوفوا نشبها مش دب. ما شاء الله وديتكم مشاهدكم ان شاء الله قسمكم في الجنه الناس الكل. مش نخلي يوم هيري تحرف لي كيكا، توسع بينا نتفرجوا على التلفزه، وانا نعبي توا باش نحل الحليب. من بعد خاطر انا يديا كنمس بها صايب. شفتي يما علاش الهديه كي تبدا حمراء برشا حتى في القدان تعب شوي. حتى هنا نعملها كل، خل نخزر لكم شوي نحاول نتعاون تطرح كل شيء عيني يحمر ندوروهم كل. زعما نكملو يما بحول الله من هنا نوصل ليه؟ ان شاء الله. يما هذه كل شيء عادك صفيه وخلي نعمل معاك. بسم الله. والله جبني. ان شاء الله بتراها الهدية. في بالي فما بوفريوة. ماذا
الخلطة. البنات اخرها اطيبها قلت اليوم كملي هي ام القطري في الاخر تحسي هيك بنينه الحاجه خاصه كي تبدا الحاجه بنينه وتذوقي هيك القطره الاخرى هذيك تروي سبحان الله الحاصيل. والبنات هنا هي ام بتقعد تنظمهم يعني تقرقشهم على جناب. استصينت في نوعا ما ما عادش قبل كنعملها كي طب لي توا لا وليت بالكعبه بالكعبه تخرجوا هنا هاي الكراميل نتاعنا حضرت تشوفوها نقرب هيكم الكاميرا تشوفوا الشكل. شوفي يومك كيفاش وليت كراميل ليتو هاي كراميل بعد ما حطيتها وكلها هني نحيتها توا باش نبدا نعبي في الكعب. شفتوا سهريتنا فاش تعدت تسمى هدية عندك هي هي ولا ملقيش غريب الزوزة والصابلي هما الحاجتين اللي يتعمروا والزوزة أصعب الصابلي هنا يبدأ حاجة هكا مدورة ولا حاجة يعني شكل قلب نحس قاعدة الحميدة بناك شو عم يصير عصي فريز و معدل سكري معدل بالعين عيني مزيان حاجه حلوه برشا تعاد تكملح جرب شبيه واحد ولا يجي ملح فاتن واحد ولا يجي حلو ياسر شنو يقول ما عرفتيه بالجران دور عسل يقول يجي يودي ناتوريل هذا ما فيش شيء في العسل لا ما فيش عسل تعرفي ناتوريل انا اخذت لكم ناتوريل هو مش خدمينا بالعسل مكتوب عليه بالعسل مكتوب عليه ناتوريل مكتوب عليه طبيعي شافي بالي انا يمكن حاطين له هما السكر شفت اللي عملناه نحن نورمالمون عملنا جبنا الشوفان يا الشوفان هذا غير عادي. رياض توفي اخر رمضان يحب يدورها شوفان. اسمعوني البنات بالله يسامحوني الساعه على التطويل مش تطويل الفيديو حاولت نشارككم فيه من الصباح للعشيه للسهريه محليها من الصباح للعشيه للسهريه والله كيكا الحاسيل في تحضيراتي هذو مصيع عبيتهم كمل نعبو كلهم بعد انا عاوده نوريكم هكا في صينيه نمسح هذه ونحط فيها ندشنها بالحلو بالزوزة نجحت اليوم في الزوزة ان شاء الله ربي ينجحنا هكون اش قلت يوم قلتك امين امين باهي البنات شوف شو نكون معاكم صادقه تعرفوني ديما هكاك هنا كملت الصينيه ذي ظهري ما نحكي لكمش يما مسكينه عملت هكا شويه قلت لها خليتها ونكمل انا الحاصل يعني عملت لي بذية شويه وبعدين كملت انا نعمل طرف ونعمل ما يتشد راهي لي ولهذا تو قريب الساعتين تاع الليل لازمني منتج الفيديو ماضي ساعه واربعة ولازمني نقرا شويه القران اذا باش نخلي البقيه الغدوه هاهم يا ربي ولك الحمد والشكر. المهم هوني صينيه ظاهره ايش قولكم في الزوزه نتاعي عملتها بزربه 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 والله جد البنات ذايبه ذوبين ما شاء الله نودكم ولا شهيكم خذوا الروسيت هذيا وتاكدوا انها تكون ناجحه 100% اما عسوا عليها ما تخلوهاش تحمر باش ما تيبسلكمش ديما طيابها يكون معناتها هكا تعسوا في التطيب نتاعها ديما عسوا في التطيب نتاعها ما تخلوهاش تطيب برشا واش قاولكم صديقات كملتها يوم السيني يعطيك الصحه يسلمها وين واش قاول يهمني يا رب حاجه مرتحت منها تو نكمل الصينيه الاخرى نكملها ان شاء الله غدو هذوك معاويه عطاهم لي حميده قال لي يعملي بهم فيتن الحليب يا اخي ما عملتش بهم دقيقه. هذه صينيتنا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير صديقاتي. جاتك خفيفه نتاع السنه ولا ثقيله؟ اي خفيفه ان شاء الله خفيفه ان شاء الله قالت يوم خفيفه السنه ما الزوزة ما جتناش هكا ما تعبناش فيها برشا معناتها غير شنو الوقت ولي زاربنا يا خي الوقت يجري جري. هاي يمك هو مالا تكملي باقي هاي باي باي ربي يعينك.